الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثانياً، ثالثاً، على حب الإمام الرضا. نرحب بكم في مولد الإمام الرضا علي بن موسى الرضا، غريب طوس، أنيس النفوس عليه السلام. وهذا البرنامج إن شاء الله الذي سيكون مثمراً وفي نفس الوقت خفيفاً على القلب، سلف وقد استقبلنا سماحة الدكتور سالم النويدري، وفي هذه الليلة نستقبله بمناسبة مولد الإمام الرضا، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. سيكون البحث في حياة الإمام الرضا ومولد الإمام الرضا في غضون 40 دقيقة إلى 45 دقيقة، وبعدها ستكون هناك أهازيج لمدة 5 دقائق إن شاء الله، وننتهي من هذه الجلسة المباركة بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يطيب لي في هذه الأمسية الكريمة أن أتشرف بزف البشرى بمناسبة ذكرى مولد الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام إلى مقام إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى علماء الأمة وفقهائها، وإليكم أيها الإخوة الأكارم والأبناء النجباء. موضوع هذه الورقة التي بين يدي هي بعنوان الإمام الرضا وخلفاء بني العباس في عصره. المعروف أن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام عاصر 3 من الخلفاء، هم الرشيد ثم الأمين في فترة قصيرة، ثم بعد خلعه أي خلع الأمين ومصرعه على يد أخيه المأمون، كانت حياة الإمام الرضا في عهد المأمون، وهي مثار كثير من التساؤلات حول الأحداث التي ارتبطت بالإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في عصر المأمون.
قبل أن نبدأ في الحديث لا بأس أن نتشرف بذكر شيء من سيرته الكريمة. ولادته عليه الصلاة والسلام كانت في المدينة المنورة سنة 148 للهجرة الشريفة. مدة إمامته 20 سنة، وذلك بعد وفاة الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام سنة 183 للهجرة الكريمة. المعروف أن شهادة الإمام صلوات الله تعالى عليه في طوس من خراسان كانت عام 203 للهجرة، وكانت ولاية العهد عهده من قبل المأمون كانت سنة 201 للهجرة، بمعنى أنها لم تدم هذه الولاية سوى سنتين فقط. نتحدث الآن عن علاقته بخلفاء عصره. بشكل موجز جدا الحديث عن علاقته بالرشيد. المعروف أن الرشيد كان من أكثر خلفاء بني العباس بعد المنصور مباشرة في العداء لآل البيت، فلذلك كان شهادة الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام كانت على يديه. وقد أقسم هذا الرشيد المسمى بالرشيد أن من يدعي الإمامة بعد الكاظم عليه السلام تضرب عنقه، وكان الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أعلنها صريحة أنه الإمام، فكان هناك حرج للرشيد أنه قال أن من أبناء أبي طالب علي بن أبي طالب من ادعى الإمامة بعد الكاظم تضرب عنقه، والإمام جاهر بها وقال أنا الإمام بعد الكاظم، فإذن هو تعرض إلى أن تضرب عنقه. البطانة التي تحيط بالرشيد لها أسلوبها في التحريض على الإمام عليه الصلاة والسلام، تحريض الرشيد على الإمام. فلذلك وهو عائد، أي الرشيد عائد من الرقة إلى مكة، كان هناك شخص من البطانة يسمى جعفر بن يحيى، قال للرشيد بعد وفاة الإمام الكاظم وادعاء أو حسب وإعلان الإمام الرضا إمامته، قال له يا أمير المؤمنين، الكلام هذا موجود في عيون أخبار الرضا، قال له يا أمير المؤمنين اذكر يمينك التي حلفت بها في آل أبي طالب. أنا أحاول في القضايا أذكر النص كما هو، فإنك حلفت إن ادعى أحد بعد موسى الإمامة ضربت عنقه صبرا، وهذا علي ابنه يدعي هذا الأمر ويقال له ما يقال في أبيه. هنا الرشيد شعر بالحرج لأنه الظرف سمح له بقتل الإمام الكاظم، ولكن استجدت من الظروف ما مما لا تستطيع أن
يقتل الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. فقال إلى هذا الرجل مغضبا حسب تعبير صاحب عيون أخبار الرضا، قال له: وما ترى تريد أن أقتلهم جميعا؟ معنى هذا أن الرشيد سيفه خضبه بدماء آل البيت، فما بقي منهم إلا نزر يسير، فلذلك تقول تريد أن أقتلهم جميعا. لكن مع ذلك لم يترك الإمام الرضا، بل مارس معه الكثير من الانتهاكات، ومنها اقتحام بيته كما هو معروف، وسلب والإمعان في سلب نساء آل أبي طالب جميعا، يعني إغارة تامة على بيوت آل البيت، ومنها بيت الإمام الرضا، وهناك قصة يذكرها الخطباء في هذا المجال، لا نحتاج إلى ذكرها كثيرا. وهذه الحادثة أثرت أيضا على الرشيد تأثيرا كبيرا، فلذلك ينقل التاريخ بالذات في تاريخ ابن الأثير في الجزء الخامس من صفحة 130، قال الرشيد وهو يحتضر في الموت: وسوءتاه من رسول الله. يعني الإنسان اللي يحتضر تنكشف أمامه القضايا، فلذلك كان يردد: وسوءتاه من رسول الله. نكتفي بهذا القدر ما من علاقة الرشيد بالإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. عاش الإمام الرضا في عصر الأمين، وأنتم تعلمون أن الأمين فترة يسيرة كانت خلافته، ثم بعد ذلك انقض عليه أخوه المأمون، وبمعاونة جيش من خراسان قد صنعه على عينه، وقتل أخاه تلك القتلة البشعة، فذهب إلى حيث ذهب. فالإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة لم يشر التاريخ إلى أي حدث، أو نحن لم نجد أي حدث بشكل أدق في علاقة الأمين بالرضا عليه الصلاة والسلام، لكن الحياة الرضا كانت مع المأمون لها وجه آخر. سيرة المأمون مع الرضا عبارة عن مسرحية ذات فصلين، مسرحية في الحقيقة هي ذات فصلين. الفصل الأول بدأ فيه المأمون برداء شيعي، ما زال حتى اليوم كثير من المؤرخين يقولون إن المأمون كان ماذا؟ كان شيعيا مواليا لآل البيت، فلذلك أدنى الإمام الرضا وقلده ولاية العهد. هذا الفصل الأول سنتحدث عنه بعد قليل إن شاء الله. الفصل الثاني هو شخصية أخرى تماما، ظهر المأمون بشخصية أخرى تماما. هذه الشخصية اتضحت معالمها كالتالي، وهو أنه حريص على تدعيم حكم بني العباس، بل
ويستخدم كل الوسائل الممكنة لتكريس سلطانهم. هذا الفصل الثاني من ماذا؟ من المسرحية. طبعا لا ننسى أن ولاية العهد للإمام الرضا ماذا تعني؟ تعني أن تنقل الخلافة من بيت بني العباس إلى بيت علي، يعني تنقل من البيت العباسي إلى البيت العلوي. هذا هو في الفصل الأول. في الفصل الثاني بدأ الرجل أنه حريص على تدعيم سلطان بني العباس. كيف الجمع بين هذين الفصلين؟ إن شاء الله في نهاية البحث ممكن أن نجد شيء. نرجع إلى الفصل الأول، وهو الرجل بدأ أنه شيعي موالي لآل محمد صلوات الله تعالى عليهم أجمعين، حتى قال بعضهم إن المأمون كان شيعيا، بل ادعى، وهذا الكلام على مستوى المؤرخين من إخواننا السنة وعلى حتى العلماء والباحثين وأهل التاريخ والسير من علمائنا، يعني كأنما اشترى. حتى أنقل لكم نصا لبعضهم يقول: هناك من الدلائل على تشيع المأمون، لا تدع، أنقل لك نصا بالضبط، لا تدع مجالا، هذا لعالم شيعي، لا تدع مجالا للريب في صدق تبنيه للفكرة، أي الفكرة الشيعية، يعني هذه الأدلة لا تقبل ولا تدع مجالا للشك في تشيعه. ما هي هذه الأدلة؟ ما هي هذه الأدلة التي لا تدع مجالا للشك في تشيع المأمون؟ يقولون أن المأمون كان يعلن دائما أفضلية علي على الأمة قاطبة بعد رسول الله، وهذه في حجاجة، في محاضراته، في مناظراته، في كثيرا كثيرا منها، حتى بلغ به الأمر كما يذكر صاحب تاريخ الخلفاء وهو السيوطي في الصفحة 308، يقول: كتب المأمون إلى الأمصار. هذا ليس فكر فقط، وإنما هذه ممارسة لفكر. كتب المأمون إلى الأمصار أن برئت الذمة ممن يذكر معاوية بخير، وإن أفضل الخلق بعد النبي علي بن أبي طالب. هذا الكلام هل يقوله غير شيعي؟ في محاضراته، في مناقشاته، في حجاجه، في ينقله الكثير من كتب التاريخ، يؤكد على هذا المعنى. حتى في رسائله إلى أبناء عمه من العباسيين يقارن بين علي والعباس، والعباس جدهم وفخرهم، ولكن يفضل أمير المؤمنين على العباسي. على كل حال، أيضا من الأدلة التي يريدونها على تشيعه، بالإضافة إلى احتجاجاته العقائدية الكثيرة في أحقية علي بالخلافة، هناك يتكلم عن موضوع الفضل، هنا يتكلم عن أنه أحق بالخلافة من غيره، ويؤكد على هذا الموضوع ويقدم من الأدلة التي لا يمكن أن يذكرها إلا شيعي. أيضا هناك تبني فكرة خلق القرآن، وحتى سماها بعض المؤرخين بمحنة خلق القرآن،
ولا مجال هنا للحديث عن هذه القضية، لكن جوهرها أن الله سبحانه وتعالى هو وحده القديم الأزلي، وغيره مخلوق له، والقرآن من الأمور المخلوقة لله تعالى. بينما بعض إخواننا من السنة يرون أن القرآن ليس بمخلوق، وعلى ذلك فالمأمون اعتبر أن هذا شرك، لأن إيمان بوجود كيانين ليس أحدهما مخلوق للآخر، فالقرآن يعتبر ليس بمخلوق، فإذن هناك أكثر من خالق، فلذلك اعتبر المأمون هذا شرك، فلذلك أيضا أفتى بقتل من يرى هذا الرأي. طبعا يقولون إن خلق القرآن وإن كانت هي الفكرة أكدها المعتزلة، إلا أنها مما تميل إليها عقائد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يعني لا يمكن أن يكون هناك إنسان أو شيء، طبعا لا يمكن أن يكون مخلوقا إلا الله تعالى، فهو الخالق الواحد. هذه أيضا من الأمور التي يؤكدون على تشيعه، ومنهم من يقول يؤكد على اعتزاله، لأن هذه عقيدة مشتركة بين التشيع والاعتزال. أيضا هناك مناظراته الكبيرة والكثيرة والمتنوعة في إباحة المتعة، بل وحتى أنه كان يذم من بشكل واضح وصريح ويسمي ذلك، وهو من كبار القوم يسميه باسمه ويذكر أنه غير مصيب في تحريمه للمتعة، وهذه أيضا من خصائص التشيع. أيضا من الأمور التي يقولون إنها كانت دليلا على تشيعه قضية رده لفدك إلى آل محمد. فدك معروف أنها سلبت في فترة من الفترات، ثم بعد ذلك جاء عمر بن عبد العزيز، ولأنها آلت له، لأنها رجعت إلى مروان. نتصور أن فدك، لا نريد أن ندخل كثيرا في تاريخ فدك، فدك آل أمرها إلى مروان في زمن الخليفة الثالث، ومروان يقولون أنه وهبها إلى قسم منها إلى ابنه عبد العزيز، وعمر ابن عبد العزيز صار وارثا لقسم من فدك، وعندما تولى الخلافة استوهب القسم الثاني من أبناء أخيه استوهبها، وضم القسم الذي هو ورثه وأرجعها إلى آل الحسن بن علي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك لما توفي هذا الرجل رجعت إلى بني أمية، ثم أخذ بنو العباس يتداولونها عندما وجاء المأمون وأرجعها، استمرت بعد ذلك حتى جاء المتوكل وأخذها وعمل فيها ما عمل، ولا مجال هنا للحديث في موضوع فدك. يقولون أن إرجاع فدك هذا أيضا دليل على التشيع، ولم يقل أحد بأن عمر بن عبد العزيز أيضا إرجاعه لفدك دليل على تشيعه، ولكن المأمون شيء آخر، المأمون ضم كثيرا من الأشياء، عمر بن عبد العزيز فقط فدك أرجع. نعم، هناك أيضا من الأدلة على تشيع المأمون كما يقولون عاطفته الغامرة تجاه العلويين، حتى ممن يثور ضده كان يعفو عنه في بعض الأحيان، فيقولون أن طبعا كانت له عاطفة، وكان يرسل إلى أبناء عمه من بني العباس يذكرهم بما فعل أسلافهم بالعلويين. هذا نص من كلام المأمون نفسه، يقول ويحكم يا بني العباس
إن بني أمية إنما قتلوا منهم، أي من بني علي، ويحكم إن بني أمية إنما قتلوا منهم من سل سيفا، وإنا معشر بني العباس قتلناهم جملا. يقارن بين بني أمية وبين بني العباس. فلتسألن أعظم الهاشمية بأي ذنب قتلت، ولتسألن نفوس ألقيت في دجلة والفرات، ونفوس دفنت ببغداد والكوفة أحياء. هذا يعدد ماذا؟ مآسي آل البيت على يد من؟ على يد قبيلته، على يد عشيرته من بني العباس، على يد أسلافه آبائه من بني العباس. أيضا قالوا إن هذا دليل على أن الرجل يحمل عاطفة، على الأقل عاطفة شيعية غامرة. نعم، هناك أيضا ما يستدلون به على تشيع المأمون، يقولون مما يدل على تشيع الثناء الكبير والمدح الكثير للإمام الرضا في نص ولاية العهد. أنقل بعض فقرات من كلامه عن الإمام الرضا، نص بعض فقرات أؤكد لك من كلامه. هذا نص ولاية العهد تجد في كثير من كتب التاريخ، وأنا أنقل الكلام برواية كشف الغمة. يقول فكانت، يتكلم عن نفسه بلغة الغائب، عادة ذول السلاطين والملوك يتحدثون عن أنفسهم بالغائب أحيانا. يقول فكانت خبرته، أي خبرتي أنا أي المأمون، هذا نص المأمون. فكانت خبرته، أي خبرته في الإمام الرضا. ليش اختار وليا للعهد؟ لأنه خبير به. يقول فكانت خبرته بعد استخارة الله وإجهاده نفسه في قضاء حقه في عباده وبلاده في البيتين جميعا، أي البيت العباسي والبيت العلوي، علي ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، لما رأى، أي المأمون، لما رأى من فضله البارع وعلمه الناصع وورعه الظاهر وزهده الخالص وتخليه عن الدنيا، وقد استبان له ما لم تزل الأخبار عليه متواضبة والألسن عليه متفقة والكلمة فيه، أي في الإمام الرضا، الكلام كله عن الإمام الرضا، والكلمة فيه جامعة، ولما لم يزل يعرفه، أي المأمون يعرف الإمام الرضا به من الفضل يافعا وناشئا، يعني المأمون يعرف الإمام الرضا منذ أن كان يافعا إلى أن كان ناشئا إلى أن كان كهلا. نعم، وحدثا وكهلا، فعقد له بالعهد والخلافة من بعده واثقا بخيرة الله في ذلك، إذ علم أن فعله إيثارا له وللدين ونظرا للإسلام والمسلمين وطلبا للسلامة وثبات اليقين. يؤكد على أن يقينه في أهل البيت ماذا؟ ثابت. نعم، ثم يقول والنجاة في اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين. هذه كلها من الأدلة، وكثير غيرها، نكتفي بهذا القدر من الأدلة التي يقول بها المؤرخون على اختلافهم وعلى اختلاف مذاهبهم بأن المأمون كان شيعيا. هذا هو الفصل الأول، وهو لباس الرداء الشيعي. ننتقل إلى الفصل الثاني،
وهو الوجه الآخر للمأمون. فأيضا نقدم نصوص مثل ما قدمنا هناك نصوص على ما يعتبره الناس دلائل على تشيعه، نقدم أيضا نصوص في الوجه الآخر للمأمون ونقارن بعد ذلك، لأن حديثنا الآن ليس حديثا عاطفيا، وإنما هو حديث باحث يحاول أن يتوصل إلى الحقيقة. فهذا هو الوجه الثاني للمأمون. أول نص نذكره عن المأمون وهو أنه في ولاية العهد كان الإمام الرضا رافضا كما تعلمون، وحاول أن يتنصل منها، حتى أنه لما أن أجبر كما سنرى وأكره قال إن قال أقبل بشرط وهو أن لا أتولى لكم عملا، ثم فصل هذه الأعمال التي لا يتولاها. ما معنى ذلك؟ الإمام كان واثقا من صدق المأمون عندما اشترط هذا الشرط من إخلاص ولاء المأمون. هذه إشارة، يعني شرط الإمام أنه لا يتولى لهم عملا، هذا الشرط يوحي لنا بأن هناك في إخلاص المأمون شائبة على الأقل. فإذا الرجل أكره الإمام الرضا على قبول ولاية العهد، قال له ماذا قال في علل الشرائع؟ قال له عندما رفض الإمام أو أبدى رفضه، قال له إنك تتلقاني أبدا بما أكرهه. إنك، هذا يخاطب الإمام لا يخاطب شخصا آخر، إمام الأمة في عصره، وللمفروض أن يكون هو مأموما لذلك الإمام، أي المأمون مأموما لذلك الإمام، كيف يقابل إمامه إن صح تشيعه؟ يقول إنك تتلقاني أبدا بما أكرهه وقد أمنت سطوتي. إذن هناك اشتغل السيف، وقد أمنت سطوتي، فبالله أقسم لئن قبلت ولاية العهد وإلا أجبرتك على ذلك، فإن فعلت، أي قبلت الولاية، فإن فعلت وإلا ضربت عنقك. فإذن الإمام ليس مخيرا، الإمام كان مجبرا. لا تعليق هنا، هناك عندي تعليق لكنه التعليق لكم. أنتقل إلى نص آخر ونتفكر فيه، نص آخر ونتفكر فيه قليلا للمأمون، عبارة عن رسالة إلى العباسيين الذين ثاروا عليه عندما نصب الإمام الرضا وليا لعهده. لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. الثانية غفر الله لكم. عبارة عن رسالة وجهها إلى بني العباس من الثائرين عليه عندما نصب الإمام الرضا وليا لعهده، فأرسل لهم رسالة. ماذا يقول فيها؟ أنقل لكم فقرة منها، أتدبر في هذه الفقرة. يقول لهم وإن تزعموا أني أردت أن يؤول إليهم، يعني إلى آل البيت، وإن تزعمون أني أردت أن يؤول إليهم عاقبة ومنفعة
فإني في تدبيركم والنظر لكم ولعقبكم ولأبنائكم من بعدكم، يعني تنصيبي للإمام الرضا لمصلحة العلويين أو لمصلحتكم، لمصلحتكم، وأنتم ساهون لاهون في غمرة تعمهون لا تعلمون ما يراد بكم. نتفكر في هذا النص قليلا. هذه في هذا النص تتجلى شخصية المأمون في ولائه الكبير لمن؟ للعلويين أو للعباسيين؟ للعباسيين. وهو أيضا المدبر لتكريس السلطة العباسية وليس السلطة العلوية، وإلا كيف هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام لعشيرته كيف يعمل على نقل الخلافة من العباسيين إلى العلويين؟ لا يمكن. فإذن هذا أيضا نص يشير إلى الوجه الآخر للمأمون. أيضا هناك حادثة معروفة أقول لكم نصا عنها، وهو تشديد المراقبة على الإمام الرضا بحيث لا ينبس ببنت شفة إلا وتصل ذلك ويصل ذلك إلى المأمون ووزرائه الكبار كذي الرئاستين الفضل ابن سهل. النص في عيون أخبار الرضا يقول: كان هشام بن إبراهيم الراشدي من عيون المأمون ومن عيون كبير وزرائه الفضل بن سهل المعروف بالرئاستين. يقول هذا والله المأمون حجابة الرضا، وصار للرضا ولي العهد يحتاج إلى ماذا؟ حاجب. فولى هذا هشام بن إبراهيم الراشدي حاجبا للرضا عليه السلام. ويقول: وكان لا يصل إلى الرضا إلا من أحب هذا الحاجب، وكان لا يتكلم الرضا في داره، في عقر داره لا يتكلم بشيء إلا أورده هشام على المأمون وذي الرياسة. فإذن هنا موضوع تحت الإقامة الجبرية، وينقل كل ما يتكلم حتى وهو بين أهله. فإذن الرجل ليس حراً، ولي العهد هذا ليس حراً في أن يتكلم أي شيء إلا ويسمعه المأمون. آخر شيء أجي لها بموضوع شهادة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. حتى بعض علمائنا قالوا أن الرضا بريء من قتل المأمون، يذكرون كثيراً من الدلائل من النصوص على براءة المأمون من قتل الرضا عليه الصلاة والسلام. ننقل لكم أيضاً نصوص من كتب التاريخ أو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين، يذكر نصاً عبارة عن رسالة من عبد الله بن موسى الحسني. للعلم إن عبد الله، هذا الكلام بعد قتل الرضا عليه الصلاة والسلام، بعد شهادة الرضا، ثار بنو علي وكان من الثائرين عبد الله بن موسى من بني الحسن. ثم بعد ذلك المأمون استطاع أن يقضي على هذه الثورة واختفى عبد الله بن موسى، فأرسل له المأمون رسالة، صور ثائر ضده يرسل له رسالة يقول له: إن ظهرت لي سأذكر طبعا رحمي من آل البيت وأقلدك العهد بهدي. صور رجل ثائر ضده، المأمون يرسل له رسالة يطلب منه أن يظهر له ليقلده العهد بعده. فماذا رد عليه؟ رد عليه عبد الله بن موسى رسالة كتبه إليه من اختبائه، يقول له في هذه الرسالة: وعجبت، هاي كلام عبد الله بن موسى الحسني يقول إلى المأمون: وعجبت من بذلك العهد وولايته لي بعدك، كأنك تظن أنه لم يبلغني ما فعلته بالرضا.
هذا كلام من معاصر للرضا، من أحد أبناء الإمام الرضا، من أحد أبناء عمومة الإمام الرضا، يقول: أو تظن أنه لم يبلغني ما فعلته بالرضا؟ هذا نص يدل على ماذا؟ من معاصر، يدل على أن المأمون قتل الرضا أو لم يقتله. المسعودي، هذا الكلام نقلناه من أبو الفرج الإصفهاني في مقاتل الطالبيين، المسعودي في مروج الذهب في المجلد الثاني صفحة 395 يقول: وفي خلافته أي المأمون قبض علي بن موسى مسموما، ولم يذكر من سموه، لم يذكر من سموه، لكن قتل قبض مسموما. لكن هناك مؤرخ معاصر من مؤرخي أهل السنة المعروفين، وهو الدكتور أحمد شلبي في كتابه التاريخ الإسلامي والحضارة في المجلد الثالث صفحة 107، ماذا يقول؟ إن ثورة بغداد، يقصد ثورة العباسيين على المأمون، وبعد ذلك أقاموا إبراهيم بن المهدي العباسي أميراً للمؤمنين على بغداد ضد المأمون الذي هو في خراسان، يقول: إن ثورة بغداد قد أرغمت المأمون على التخلص من الرضا. هذا يعطي مبرر على أن هذه الثورة العباسية هي التي أراد أن يخمدها المأمون بماذا؟ بقتله للرضا عليه الصلاة والسلام. فهذا يؤكد هذا الموضوع مع تبريره. هناك أيضا نص يعترف فيه الرضا، يعترف فيه المأمون نفسه بأن الناس تتهمه بقتل الرضا، هو نفسه يقول: إن الناس يتهمونه بقتل الرضا. وعندما الإمام استشهد وقف على قبره، لعلمكم ماذا فعل هذا المأمون؟ يقول: بقي عند قبره 3 أيام، كان لا يأكل إلا الخبز الرغيف والماء والملح فقط، وفي اليوم الرابع قام عن قبره. يعني 3 أيام نايم عند قبر الإمام الرضا. وماذا قال وهو في أثناء وقوفه على قبر الإمام؟ ما أدري أي المصيبتين علي أعظم. انتبه إلى نصه، ما أدري أي المصيبتين علي أعظم، فقدي إياك أو تهمة الناس لي أن اغتلتك وقتلتك. هذا اعتراف ضمني أو لا؟ اعتراف ضمني أنه قتل. فإذا لو لاحظنا هذه النصوص كلها تؤكد على أن الرجل لم يكن مخلصا في إعلانه التشيع لآل بيت محمد، وإنما كان له أمر آخر من ولاية العهد. خلاصة الكلام أن ولاية العهد كانت عبارة، أختم بها الكلام إن شاء الله لأن الأستاذ طالعني يقول لي خلاص الوقت 3 دقائق إن شاء الله. أن ولاية العهد، عهد المأمون للإمام الرضا، كانت عبارة عن ورقة مساومة. ورقة مساومة لمن؟ هناك 3 قوى تواجه المأمون أو تواجه دولة المأمون، أشرنا إليها. القوة الأولى هي العباسيون الذين ثاروا لما قتل الأمين أولا، ثم بعد ذلك اشتدت ثورتهم لما نصب علي بن موسى الرضا وليا لعهده. يعني معنى ولي لعهده ماذا؟ يعني خليفة بعده. ثاروا ضده ونصبوا إبراهيم بن المهدي. هذه من القوى، هذه تمثل خطر حقيقي للمأمون. القوة الثانية الثورات العلوية المتكررة. القوة الثالثة الجيش الخراساني الذي استعان به المأمون على قتل أخيه الأمين،
هذا الجيش مسلح ومدرب ويملك ولاءات بعضها تميل إلى آل البيت، أقول بعضها لأن البعض الآخر مشكك فيه، بعضها يميل إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فإذا جيش المأمون الذي يعتمد عليه ليس خالص الولاء له كخليفة، هذه تمثل قوة يخاف منها المأمون أو لا يخاف، كما قتلوا أخاه الأمين يمكن أن يقتلون في يوم من الأيام ويستولون السلطة. فإذا ولاية العهد أقول ورقة مساومة ضد هذه القوى. كيف يهدد العباسيين بأن ولاية العهد هذه فيها نقل للخلافة من بيتكم إلى بيت علي، إن لم ترجعوا إلى الطاعة، وإن رجعتم إلى الطاعة أنا صرفت ويا الرضا تصرفا أرجع فيه الخلافة إليكم، كما أشار في رسالته الأخيرة إلى العلويين. العلويون ماذا يدعون؟ يدعون إلى الرضا من آل محمد بثوراتهم، شعارهم الدعوة إلى الرضا من آل محمد. يقول لهم هذا الرضا من آل محمد أنا جعلته ماذا؟ وليا للعهد، بمعنى أنه سيكون خليفة. ما حجتكم؟ إذن سيؤدي بعد ذلك إلى، لا أقول إلى أن تخمد الثورات العلوية، ولكن على الأقل إلى أن يتراخى الكثير من العلويين عن الثورة ضده. الجيش الخراساني وفيهم من يوالي آل البيت أيضا، لو أرادوا أن يفعلوا شيء ضد المأمون يرجئ هذا الوضع حتى بعد أن يدبر أمره. وها أنا ذا جئت بإمامكم وجعلته وليا ثم خليفة، فاحذروا من أن تفعلوا شيئا. وهو في نفس الوقت أخذ يدبر الاغتيالات لقياداتهم الواحد ضد الآخر قبل قتل الرضا عليه الصلاة والسلام. غدر ببعض قيادات هذا الجيش قبل قتل الرضا عليه الصلاة والسلام. فإذا خلاصة هذا الموضوع أن الولاية العهد كانت عبارة عن ورقة استغلها المأمون لمواجهة هذه القوى معا. الحمد لله رب العالمين، ما زال في الموضوع بقية ولكن نكتفي بهذا القدر، وأعتذر إن أطلت عليكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا على هذه الذكرى الكريمة، ذكرى مولد إمامنا الرضا صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأنجبين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نشكر دكتور سالم النوادري على هذا البحث الذي أزاح من خلاله بعض الشبهات حول حياة الإمام الرضا، ونرجو من الله العلي القدير أن يوفقنا للاستزادة من أبحاثه وأن يطيل عمره ببركة